تفضل أخي أبو زياد من مكة المكرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين الشيخ. السؤال الأول، عندي فلوس أنا أجمع فيها من العام وهي تزيد ما هي يعني مبلغ وثابت، وأبغى أعرف كيف طريقة الزكاة فيها. والسؤال الثاني. والسؤال الثاني، العقيقة هي سنة ولا واجب؟ طيب شكرا. نعم، الجواب الأول، إذا كان عندك فلوس تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة كل سنة ما دامت باقية عندك، وما زاد يزيد أيضا بالحساب، فتزكي المجموع الذي عندك إذا حال عليه الحول كل سنة. والعقيقة يا أخي سنة وليست واجبة. نعم.